مرحبا، يعطيكم العافية. حنحكي هلا عن الباك اب. أول شيء بعرفكم عن حالي، أنا علاء حباش، انفراستراكشر وسكيورتي اركيتكت بشركة اي بي اس مينا. شركة اي بي اس مينا هي شركة متخصصة بمجال السكيورتي والانفراستراكشر من أكثر من 20 سنة تقريبا. حنحكي عن الباك اب. الحقيقة باك اب هو موضوع، يعني الحقيقة مثل ما بيقولوا، هو موضوع كتير بسيط بس لكن بنفس الوقت جدا جدا ضروري. الحقيقة أنا ما حبلش بالسلايد، حبلش بمعلومة جديدة صارت من يومين بس أو من 3 أيام بس، بدي أورجيكم إياها قبل ما نحكي عن السلايدات هاي. من يومين أعلنت، أو يعني حكى بفيربكت، حكيت إنه فوجي فيلم هي شركة اليابانية تبع اللي بتنتج الأفلام والقصص، أعلنت إنه هي كونفيرم يكون صار عليها أتاك رانسوموير. للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو هو الرانسوموير، إذا هو المالوير، وأحد أنواع المالوير اللي بي 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 بينزل عندك على الديفايس أو على السيرفرات وبينتشر بطريقة كتير قوية وسريعة، وهو بيشفر لك البيانات كلياتها الموجودة عندك وبيطلب منك رانسوم أو بيطلب منك فدية تدفع مصاري لحتى يعطيك الكي لحتى تقدر أنت تسترد بياناتك. هلأ هاي الفوجي فيلم من يومين أو 3 أيام تقريبا تعرضت ل رانسوم وير، وأكدت وهي أعلنت وصرحت إنه بالفعل هذا رانسوم وير صار عندها، لكن رفضت لك اليوم، أعلنت في 4 جون تقريبا، يعني مشي 3 4 أيام، رفضت طبعا أنه تدفع الرانسوم وير هاي الشركة، وأعلنت ترجع بياناتها بشكل كامل من خلال الباك اب اللي هي عاملته. إذن فولي أوبريشن باك أند بزنس أز يوجوال، إذن هي رجعت كل البيانات كلياتها ونتورك جيمينيز لاست ويك اند انستيد اوف ريلاينج اون باك اب تو ريستور اوبريشن، اذا اعتمدت على الباك اب لحتى تقدر ترجع كل العمليات اللي موجوده عندها. انا بس بدي اياكم تتخيلوا انه شو هي المبلغ اللي ممكن كانت حتدفعه فوجي فيلم لولا انه تكون عندها باك اب اوبريشنال ان بليس، موجود عندها بالنتورك ولحتى قدرت ترجع البيانات. انا بدي لكم انه احد بالشهر الماضي تقريبا كمان تعرض واحد من الزملاء او واحد من الاشخاص اللي بنعرفهم لرانسوم وير، تقريبا طلبوا منه 120 الف دولار لحتى يسترد هاي البيانات. طبعا انا عم نحكي شخص، وهي شركه كثير، يعني مو سمول بزنس، اصغر من حتى تكون سمول بزنس. فتخيلوا هون كفوجي فيلم قديش كان لازم تدفع لحتى تسترد البيانات تبعتها. إذا من هاي النقطة حنكمل إحنا بالسلايد تبعنا ونشوف شو الشغلات اللي حنحكي عنها اليوم. الأجندة اللي حنحكي عليها شوية فيجرز فاكتس عن الباك اب، شو هي السيناريوز اللي بيمرق فيها طبيعة الحال الباك اب بروسيجرز، بيمرق بعدة أمور. بعد منها نشوف شو يعني ريستور وشو هن الشغلات الأوبشنز اللي موجودة بالريستور، شو هي الشغلات الكونفيجريشن كيز اللي لازم ننتبه لها، وهنشوف شوية في شغلات إضافية ونعمل ديمو آخر الجلسة. بس أعب شكل سريع، إذن حنحكي أنه واحد من الكي كوربوريت الأسيت اليوم هي الانفورميشن، هي الشغلات الأساسية أو أحد الأصول الرئيسية للشركات اليوم. بنفس الوقت إدارة المعلومات وحمايتها اليوم هي واجب قانوني ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه كل المساهمين الموجودين عندنا بالمؤسسة. نفس الوقت اليوم تدرك معظم الشركات الكبيرة أنه تصاب بالشلل بشكل كامل بين عشية وضحاها إذا ضررت سمعتها بسبب عدم حماية أصول المعلومات. اليوم مثل ما شفنا لأفوجي فيلم صرحت عن وجود الرانسوم وير، لكن طمنت بنفس الوقت كل الزبائن تبعها والمساهمين انه عندي انا باك اب وقدرت استعيد بشكل كامل كل البيانات المتضرره بهذا الرانسوم وير. عم نشوف كمان نحن شويه في فيجرز او فاكتس، نشوف انه اكثر الشركات تصرف اكثر من 100 الف لمليون دولار سنويا على الداتا ديزاسترز،
داتا ديزاسترز عم نشوف انه في حالات فقدان البيانات. اذا اكثر من 70% كمان بنشوف من الداتا لوز، من الداتا اللي بتخسرها الشركات هي عباره عن خطا بشري. اكثر من 60% او حوالي 60% من الشركات تفقد بياناتها، وهي معلومه كثير مهمه. تقريبا 60% من الشركات اللي فقدت بياناتها حتسكر ضمن الست شهور اللاحقه. تمام. اكثر من كمان من 140 الف هارد ديسك بيتعطل باليو اس اي بشكل اسبوعي. اذا خلينا نعرف شو هو الباك اب والريستور. الباك اب والريستور، الباك اب الاساسي بشكل اساسي طبعا تعريفا له النسخ الاحتياطي، هو حمايه البيانات من الضياع بشكل عام. في حال ضاعت البيانات لازم نقدر احنا نستعيدها باي لحظه. الريستور الغايه الرئيسيه تبعها هو استعاده البيانات غير المتاحه مؤقتا بسبب بعض الاحداث الغير متوقعه. الباك اب، اذا سالت نفسك او سالت اي ادمين او مسؤول عن بيانات باي شركه، حتى لو كان شخص عادي عم يستعمل الموبايل، عم يستخدم السي سي او السيرفر او حتى موقع على الانترنت، هل لازم تعمل نسخ احتياطي؟ يعني انت لازم تخبره، تقول له اول شيء الباك اب هو ماله مجاني، لا بالتول اللي انت عم تستعملها او حتى بالمساحه هاي لازم تكون موجوده فيه. وطبعا لازم نخبره انه اذا ما عندك نسخ احتياطي فبياناتك دائما معرضه للخطر. حنشوف احنا هلا البروبر باك اب بروسيجر. اذا كل الشركات بشكل اساسي، كل انواع البيانات اللي انا لازم اعملها باك اب لازم تمر ببعض هدول النقط او كلهم ان صح التعبير. اول شغله لازم اعمل choose your data، اعرف شو هي الداتا اللي لازم تعملها باك اب. لازم اعملها scheduling، حدد هي الجدول اللي تبعها، نفذ هذا الباك اب كimplementation. بعدين اعمل inventory للشغلات اللي انا عملت لها باك اب. طبعا انه عم نحكي في كان حال كان بشركه كثير كبيره، ممكن يكون عندي ميديا، لازم نحط كونتنت، لازم نحط الميديا وعمل لها انفنتوري. فيريفاي، اعرف انه هذا الباك اب اللي اخذته هو سليم لساته. اعمل اوتوميشن لهي العمليات كلياتها وامن على وين موجود هذا الباك اب. اذا حنبلش باول شيء تشوز يور داتا. لتعمل تشوز يور داتا لازم حدد انا البيانات مثل ما حكينا داتا ان موشن، حكينا عليها بجلسات سابقه، داتا ان موشن والداتا أدرست. هلا العمليات اللي بتصير عادةً عن نظم التشغيل إنه بتكون الchanges عليها infrequently، فلازم يكون عادةً بهذا الباكب الجدول الباكب اللي بالنسبة لها هي عدد أقل. وبنفس الوقت تطلب اليوم مثل الإيكوميرس ويب سايت، اليوم عم يصير كم عملية بيع أو شراء على الإنترنت، هي الشراء وعمليات الشراء على الانترنت طالما بتتكرر بشكل دائم وبتكرر دائم، لازم يكون عندك الباك اب تبعها فينا نقول عدد نسخ احتياطيه اللي بتصير هي بتواتر اعلى. طبعا النصيحه طبعا انه understand your changing state، لازم تفهم انت الحاله متغيره بياناتها، ولازم تقدر تحط جدوله للنسخ الاحتياطي تبعك لكل حالة. إذا كان عندك حالة لنفس التطبيق أو البيانات تحتوي على أنماط مختلفة من الجدولة، يجب أن تقسم البيانات لـ organize with partitions. هنشوفهم هدول بالسلايد اللي بعدهم. إذن أول شيء أنت تختار أو تعمل choose للداتا، لازم تعمل تقسيمات. ليش التقسيمات لتصير؟ غالباً ما تستخدم التقسيم. ليش ما استخدم هذه التقسيمات؟ سوري. نظام التشغيل مثل ما حكينا، نسخ الاحتياطية اللي بدنا ناخذها هي متكررة بشكل قليل، فلازم يكون مفصولة ببارتيشن لحالها لحتى نقدر نعمل لها سكيدجول في حالات متكررة أقل. البيانات المستخدم مثلا بطبيعة الحال لازم مثلا إذا كان عندي تغيير بشكل يومي لازم يكون عندي لازم النسخ الاحتياطي عم يصير بشكل يومي. إذا كان عندي لوج أو شغلات تانية موجودة ضمن هذا كمان الأقسام، كمان أقسام تانية ممكن نحطها بأقسام تانية، ممكن هلا نشوفهم بالسلايد اللي بعده، نحطها بأقسام تانية وبنعمل شيء اسمه عادة SLA. SLA هي مثل agreement بتصير
على مستوى الداتا انه انا قديش المست انه اقدر او شو هي الخطه اللي كان فينا نسميها بين قوسين باك اب بلان تبعي اللي لازم افرضها على هذا النوع من انواع البيانات. اذا مثل ما شفنا قبل شوي هي بعض الامثله عن التقسيمات اللي ممكن انا اقسم فيها الداتا. اذا في عندي الاو اس باينريز كل الداتا تبعت الاو اس، في عندي الابلكيشن ثاني نازلين عندي، عندي كونفيجريشن فايل، كونفيجريشن فايل الشخص اللي بيستخدم الحاسب او بيستخدم مثلا السيرفر اكيد عم يحط كونفيجريشن خاصه فيه. اذا هو مو بس نزل الابلكيشن، نزله مثل اكسشينج سيرفر فرضا، اذا نزل هذا الاكسشينج سيرفر هو ايميل سيرفر طبعا من مايكروسوفت، نزل هذا البيانات، نزل هذا السيستم، اذا مو بس انا باك اب للابلكيشن، انا بدي اعمل باك اب للكونفيجريشن اللي عم تصير على هذا على هذا السيرفر. اذا في عندي او اس، عندي الابلكيشن كاكسشينج، وعندي الداتا اللي بتحوي فيها الايميلات. اذا هذيك كمان هذه هي في اذا صار التعبير يوزر فايلز ولوج فايلز. كل جزء من هذول الاجزاء له اذا حطيت لها ايدنتيفيكيشن، وله بطبيعه الحال باك اب منفصل، باك اب سكيدجول منفصل عن الثاني. كمان هلا نشوفهم كمان هلا بالسلايدات اللي بعده. هلا نشوف السكيدجولينج اللي عم نحكي عليها. طبعا حددنا الكاتيجوري، حددنا البيانات لحتى ننسخ البيانات. اذا هلا بنحدد عمليه السكيدجول لكل قسم بدي اياه من اقسام الداتا عندي. طبعا حددت البيانات بشكل اساسي بتم فريكوينسي اوف تايب اوف باك اب. في عندي ثلاث انواع للباك اب مشهورين جدا، اللي هي الفول، الديفرنشال والانكريمنتال. الفول باك اب طبعا هذا بطبيعه الحال في حدا تاني بسميه ايمج باك اب، عاده بيستخدم نسخ المساحه غير المستخدمه، ايضا عاده بياخذ حتى المساحه المستخدمه بالقرص. الديفرنشال باك اب عاده او في عالم بسموه التفاضلي اذا صح التعبير او صحه الترجمه، شو تغير من اخر نسخ احتياطي كامل. اذا من اخر فول باك اب مساوي النسخه الاحتياطي التزايدي او الانكريمنتال باك اب، شو تغير من اخر نسخ احتياطي، نسخه احتياطيه صارت من اي نوع. اذا مو بس من كامل، لا من اي نوع صارت، شو الشغلات اللي تغيرت. حنحكي شوي او بشكل اكثر عن الفول باك اب. الفول باك اب هي مثل ما حكينا، انا بدك تشوف انت المنتج كمان هل بيعمل تجاهل للمساحه الفاضيه او لا. للاسف معظم المنتجات بتاخذ لك الفول ايمج، اذا كنت عندك ديسك حجمه 500 جيجا بتلاقي 500 جيجا ماخوذه الفول ايمج، ولو كانت اليوزد سبيس منها هي 300 جيجا. فبدك تتاكد من المنتج اللي انت عندك اياه حتى تعرف انه هو هل هو اغنوت ذا امتي سبيس على هذا الديسك اور نوت. على كل البروس تبع هي الميزه، اليوم كل البيانات تقدر تستعيدها من only one restore point. طبعا بيقدم لك نسخه كامله عن كل البيانات اللي انت اخذ لها باك اب. الريكفري تبعها طبعا هي ما لها مينيمال تايم، يعني هي ما لها هي سهله، بقصد فيها هون انه هي بتاخذ وقت قليل لحتى تعمل ريستور، لا، لكن التعقيد تبعها هو بيفرض عليك بوقت قليل انه ترجع الباك اب. حنشوف هلا بينه الفروقات بينه وبين الفول مع الانكريمنتال مع الديفرنشال ليتر اون لحتى نقدر نحدد شو بقصد فيه المينيمال تايم تو ريكفر. ايزي تو مانج كما حكينا، هذا النوع اقل، اول شيء هو اقل تكرار، يعني البيانات هو مستخدم للبيانات الاقل تكرارا، وبالتالي ما عندي لما انا بدي اعمل ريستوريشن كمان ما عندي شغلات ثانيه اقدر رجعها او رجعها مطلوب رجعها معها لحتى ترجع انا الداتا تبعي. عاده مستخدم هذا مونثلي كوارترلي سيمي انوال او انوالي للداتا عندي بالشركات بشكل عام عم بحكي. شو هي حكينا عن المزايا، حنحكي عن المشاكل تبعها. الفول باك اب طبعا هذا بيتطلب منك مساحه تخزينيه اكبر عاده، وبتطلب اكبر حتى من الديفرنشال والانكريمنتال. ما فيني اليوم اضمن نسخه احتياطي بشكل كامل
ويكون عندي الـ RPO أقصر. هنحكي على الـ RPO بشكل مفصل بسلايد مفصل شو بقدر شو يعني shorter RPO. أنا بس يعني هلأ أحكي بكفي إنه أقول إنه الـ full backup ما بيخدم بالـ shorter RPO. طبعاً الأفضل يكون عندي الـ RPO أصغر وقت ممكن حتى يكون بالمؤسسة لازم يكون أصغر وقت ممكن. هنحكي عليها later on بالسلايدات لقدام. عم نحكي لساتنا عن المشاكل اللي بيعطيني إياها الـ full backup. بياخد وقت أطول لإكمال عملية النسخ الاحتياطي. إذن بياخد وقت أطول حتى لاستعادة النسخة الاحتياطية الكاملة إلى قرص. إذا قرص جديد أو إذا كان اليوم عندي اليوم new disk أو عندي disk failure وبيعمل restore، هذا بياخد وقت أطول أطول من غيره. بشكل عام لازم نعمل consideration على full backup. نشوف versioning. إذا version 1, version 2, version 3، طبعا هذا بصح التعبير بسموه retention. إذا قديش لازم تكون عندي كم نسخة من نسخ البيانات لازم تكون عندي إياها لورا. إذا نفس الوقت بعد الـ consideration لازم أعرف إنه أنا لازم أعمل full backup media عادة بحطها خارج الموقع الرئيسي، طبعا خوف من الكوارث مثل عم نحكي اليوم من حريق، فيضان، زلزال، تيرورست، هجوم إرهابي أو تخريب أو هجمات، حتى هجمات القرصنة مثل ما كمان شفناها بالفوجي فيلم قبل شوي. اليوم بدك تعرف شغلة تماما إنه أهم نوع من أنواع الباك اب تبعك هي الحقيقة الفول باك اب تبعنا، هو الكي بين كل المفاتيح أو كل الأنواع الثانية من الباك ابس. الديفرنشال باك اب، هذا الديفرنشال باك اب هو مثل ما حكينا هو نسخة من الملفات اللي تغيرت عن بعد أو since last full backup. إذن full backup اللي عملته يوم السبت بعد منه يوم الأحد أخذت كل التغييرات اللي صارت بعد هذا اليوم مباشرة. لاحظين يوم الاثنين مو إنه ببلش من بعد يوم الأحد، لا، حتى يوم الاثنين برجع التغييرات اللي صارت من يوم السبت هي فيها الفول وكملت. الثلاثة نفس الشيء. بلاحظ يوم فرايدي إنه كمية الداتا إذا شايفين هو ولو كان هي بشكل تمثيلي هو أكبر من هاي النسخة. عندي هون عندي هون مشكلة. إذا نسخة باك اب معتمدة على نسخة باك اب تانية وهن التنتين أكبر، يعني هذا هي صارت أكبر من هاي. إذا بتلاحظوا يوم السبت المفروض أنا أخذ نسخة باك اب كاملة جديدة وهكذا وبلش بكمل بالديفرنشال وهكذا. إذا اليوم ديفرنشال باك اب بشكل مستمر ما لازم أعمله، ما لازم توصل لمرحلة إنه تصير النسخة تبعي هي أكبر من النسخة الاحتياطية الأساسية تبعي. عادة التكرار فيها هي أقل شوي، هي weekly, monthly, and etc. The differential backup كميزات أو الإيجابيات تبعها يطلب مساحة تخزين أقل بالحالة العادية من النسخة الاحتياطية الكاملة. اليوم لحتى أقدر أعمل restore فقط بدي two restore point. شو هن restore point اللي بدي أعمل؟ بدي إياهم، بدي النسخة الاحتياطية الأخيرة للديفرنشال والنسخة الاحتياطية الكاملة اللي صارت قبل هاي الديفرنشال، فقط هدول التنتين لحتى أعمل restore. عادة ما يستغرق وقت أقل ومساحة أقل من النسخة الاحتياطي الكامل. طبعا عادة عم نحكي سلبياته، يتطلب مساحة تخزين أكبر من النسخة الاحتياطية المتزايدة. إذا بده مساحة أكثر من الإنكريمنتال باك اب، هو أبطأ من النسخة من الإنكريمنتال باك اب، وبنفس الوقت الفوارق اللاحقة حنشوفها differential take longer. الإنكريمنتال باك اب، الإنكريمنتال باك اب هي نسخة احتياطية، بهذا التعبير نسخة احتياطية لما تم تغييره منذ آخر نسخة احتياطية سابقة من أي نوع. إذا مثل ما شايفين هم بالصورة، النسخة الاحتياطية الكاملة صارت يوم السبت. بعد منا يوم الأحد ما بيهمه شو صار، سويناها من بعد هاي النسخة. يوم الاثنين إذا ما ترجع للنسخة الاحتياطية الكاملة اللي تم آخر نسخة احتياطية هي يوم الأحد، إذا بلش من بعدها وهكذا. إذا بتلاحظوا هدول أجزاءهم كتير كتير صغيرة. التكرار تبعه عادة هذا يا أسبوع يومي أو كل ساعة، وحتى بشكل مستمر ممكن أن أضل عم بعمل
هي الباك اب. شو هي الفوائد منه لهذا الباك اب او ايجابياته؟ يتطلب مساحة تخزينية كتير قليلة مثل ما شفنا قبل شوي، أقل شيء من الأنواع الاحتياطية الثانية أو فينا نقول الباك اب الثانية سواء كانت الديفرنشال أو الفول. أصغر مكان ممكن وأسرع وقت ممكن بيساوي هذا الباك اب. عادة بيستخدموه هذا الباك اب لحتى يأخذ ريفيجن هيستوري لكل الأكتيفلي تشينجينج فايلز، الفايلات اللي عم تتغير بشكل دائم، عندي بيساووا له نسخ احتياطي بشكل انكريمنتال. شو السلبيات؟ اللي قد يؤدي اي خطا في الريستور بوينت الى عدم قدره الاستخدام كل الباك اب تشين. لاحظين برجع بنحكي هون، فرضا يوم الاربعاء كراشت هي عندي الانكريمنتال باك اب وانا لازم ارجع بالديتا مثلا، هاي الفشل ما عاد بيخليني كل الباقي الداتا تبع مثلا يوم الخميس او يوم الجمعه اقدر ارجع لها لانه انضربت الشيء المعتمد عليها بيوم الاربعاء. بقدر ارجع بهي الحاله فقط ليوم الثلاثاء بالانكريمنتال او الداتا اللي راحت عندي. شوفي كمان من مساوئات الحقيقه، مو بس هيك وهي صعبه صارت، لانه انت بدك يكون عندك كل هدول يرجعوا ويرجع معها الفول، فهي صارت اصعب نوع من انواع الريستوريشن للداتا. احد الامثله حقيقه عن السكيدجول باك اب بشكل عام هي انه انت مثلا تعمل كل مرتين بالسنه للفول باك اب، مثلا عم نحكي ديفرنشال بالسنه بتعمله كل يوم سبت او كل اول يوم سبت من كل شهر طبعا، بس هذا يكون ما له مجدول عمل نسخه احتياطيه كامله، وبنفس الوقت ممكن تعمل تزايديه او انكريمنتال باك اب كل صباح يوم سبت ما له موجود فيه لا كامل او كل او حتى ديفرنشال. طبعا هذا مثال. بعد الكونسيدريشن الثانيه انه انت ممكن او لازم تعمل باك اب الحقيقه او سكيدجول ولا باك اب قبل كل ميجر تشينج ممكن يصير عندك على السيستم. فرضا مايكروسوفت عم تنزل مثلا باك اب او انت عندك من المؤسسه عندك باتشينج أو تغييرات معينة بتصير كل يوم خميس من كل شهر مثلاً عم نحكي، فأنت المفروض تساوي سكيدجول عندك بهي المؤسسة للسيستمز تبعاتك بيفور هاي التشينج اللي بصير يوم الخميس مثلاً بتساوي يوم الأربعاء وهكذا. ريتينشن بوليسي حكينا عليها كمان قبل شوي. ريتينشن بوليسي هي الحقيقة إن صح التعبير تعريفها ما هي المدة أو مقدار النسخ الاحتياطي أو نسخ البيانات التي يتم أو سيتم الاحتفاظ بها. إذن هي كمية الوقت أو عدد الباك اب اللي أخذها، إذا عدد الباك اب والوقت اللي أنت لازم تخزن فيه هدول البيانات. بعد منها البيانات عندك فيك تمحيها ومعك بالنسبة لك هن valid باك اب. هي بعض الكونسيدريشن لازم تفكر فيهم وقت انت تعمل الريتينشن بوليسي. اذا الريتينشن بوليسي هي موضوع حساس، لانه انت كل ما او اذا ما درست بطريقه دقيقه بدك تلاقي حالك انت ما فللت عندك الباك اب ستوريج، وجود بيانات ثانيه موجوده عندك وما في داعي تكون موجوده، وممكن يكون عندك بطء انت في عمليات النسخ الاحتياطي اللي بتكون اولى انه يعني فيك تقول تخصصها لديتا تانية. فلازم تسأل حالك عدة أسئلة لحتى تقدر تعرف الريتينشن بوليسي صح. How much data do you have؟ شو عندك data حاليا؟ How much storage space can you provide؟ قديش بتقدر تعطي بيانات أو storage space؟ How fast your data grows؟ قديش هي نسبة النمو تبع الداتا تبعك؟ قديش عم تتغير؟ قديش عم تكبر؟ How far do you want to be able to trace back to previous backup؟ يعني قديش انت بدك ترجع مثلا لنسخة يوم السبت الماضي، او بدك ترجع لكل اسبوعين لورا، او لازم انت ترجع تقدر ترجع لكل ساعة لورا. كل هدول المعلومات بيقدروا يعطوك اذا جاوبتهم يعطوك retention policy المفروض تساويها عندك بالمؤسسة. الانفنتوري طبعا انا عملت سكيب للامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن هي عمليه شو؟ هي العمليه البيوردو ذا باك اب.
إذن الإكزيكيوشن للباك أب. متى ما خلصنا إكزيكيوشن للباك أب لنعمل إنفنتوري، عم نفترض هون إنه يكون عندك مؤسسة كبيرة لازم تحدد أنت فيها إنفنتوري، يكون عندك مين هي الميديا تايب اللي بدك تستعملهم كهاردوير، لازم يكونوا هن عادة سنترلايز باك أب، ريديوس ريدندنسي أوف هاردوير، يكون عندك أنت مكان واحد عم يعمل كل عمليات الباك أب. أنا ما عم أقول مكان وين بخزن الداتا، لا، مين اللي عم يعمل الباك أب؟ عادة طبعا بشكل أمس مثال عن الميديا باك أب، ممكن يكون عندك سي دي على دي في دي على تيب درايف على ديسك هارد ديسك سوليد ستيت على الاس اس دي، أو ممكن يكون الداتا تتخزن على الكلاود اتسترا. هدول أمثلة. طبعا الجزء الثاني من الانفنتوري، طبعا أنا حددت الميديا، لازم أحدد الانفنتوري. الانفنتوري هي إنه مثلا إذا كنت أخذ أنا الداتا على باك أب على تيب، عفوا، لازم يكون عندي أنا مثلا باركود محدد إنه هذا التيب مكتوب، ممكن يكون هاند ريتن بخط إيدك حاطط الليبلز عليه، وبنفس الوقت كمان should have table content include the backup. إذا الباكاب اللي عندك أخذته وبدك ترجع له بحالة كوارث، طيب ما تذكرت أنت وين حاطط الباكاب، ما استفدت معناته أنت من الباكاب اللي أخذته، ما عرفت تدور عليه لأنه ما في عليه label، وبنفس الوقت ما عندك تيبل بالجدول انه كل باك اب شو بيحوي اساسا وليش انت اخذت هذا الباك اب. لازم يكون عندك هذا الجدول مخزن مع الباك اب الداتا اللي انت اخذها اساسا. اذا الانفنتوري كثير شغله مهمه. بنفس الوقت هلا نوع من انواع الليبلز اللي ممكن تكون ديت، سيستم ايدنتيفاير، بارتيشن نيم مثل ما حكينا، باك اب كاتيجوري هي شو هي، انكريمنتال باي فول او ديفرنشال اتسترا. بس لخلصنا عمليه الباك اب والإنفنتوري تبعها، أنا لازم أعمل verify لهي الداتا. إذن المرة الوحيدة اللي أنت بتعرف فيها الكواليتي أو جودة الداتا تبعك هي عندما تقوم بالاستعادة أو وقت الريستور. للأسف هو هذا الوقت الأسوأ مثل ما بيقولوا لاكتشاف أنه عندك مشكلة. المفروض يكون عندك restore a small subset، بعض الشغلات randomly لراندوم فايل لحتى تتحقق فيها الانتجريتي تبع الداتا تبعك. طبعا ممكن كمان عن طريق الديفرنشال او التشيك سامز تبعك اللي ممكن نساويها verify fire drills. اليوم ليش هيك اسمه هذا؟ عند وصول اي جهاز جديد لازم يكون عندك اجراء او لاختبار نسخ للباك اب تبعك على الجهاز الجديد، ولازم تتحقق انه هو بيشتغل بشكل صحيح. طبعا هون مثل ما شايفين هو هذا تيست، اذا كان عندك حريق بدك تشوف شلون عم يتصرفوا الموظفين عندك، هل بيتصرفوا بشكل صحيح وقت حدوث الكوارث، ونفس الوقت الباك اب بدك تعمل ريستور او فيريفاي لإلك لحتى تعرف انت الباك اب هل هو عندك يا انت الباك اب هو بشكل سليم في حال حدوث الكوارث مثل ما قلنا. اذا مثل ما حكينا انه هو لازم يصير عندك occasional test بشكل كامل. هذا بيصير اي شيء صار تغيير باصدارات البرامج للنسخ الاحتياطي، اذا كمان نسخ الاحتياطي والبرنامج نفسه اذا عملت له upgrade، كمان لازم ترجع انت تعمل test لكل الباك اب وvalidity تبع هذا الباك اب. اذا تغير عندك الفيندر، هذا الفيندر عم نحكي كمان سواء كان للباك اب solution اللي عندك او حتى للابلكيشن اللي عم تعمل عليه protection، كمان إذا تغير الفيندر، إذا تغير السوفتوير، إذا وصل عندك وضفت عندك نود جديدة بالإنفايرمنت عندك، كلياتها المفروض ترجع تعمل أنت شيء اسمه فاير دريل. أوتوميشن. الأوتوميشن إنه أنت تتمت كل هاي العمليات. بعد إذا كنت عم تستعمل أنت باك أب تول متضمنة بنظام التشغيل سواء كان لينوكس أو ويندوز، حتفوت لا يمكن تكون تعمل أنت الكورونا باللينوكس، او سواء كنت عم تعمل اذا كنت عم تستخدم الويندوز فانت بتستعمل شيء اسمه التاسك سكيدجول. في عندك كمان حتى بالماني تولز في عندك شيء اسمه اوتوميشن باك اب كرييت سكيدجول فورمينج باك اب تايمز ديفرنت سكيدجول باك اب ستراتيجي. باك اب ستراتيجي هي عم تجمع لك عده انواع وعده سكيدجول للداتا وبتمبلت واحد، حنشوفها هي كمان later on بالسلايدات الثانيه شو يعني بقصد فيها الباك اب استراتيجي. ليك هي هون بالهي السلايد
الباك اب استراتيجي او التمبلتس هي او يعني بتعطيك قالب او تمبلت مسبقا للنسخ الاحتياطي، يعني بتعطيك باك اب بلان مسبقا انت حاططها سواء كانت للباك اب او سواء كانت حتى للريستور. اليوم اليوم وقت بيحاول واحد بده يساوي نسخه احتياطيه جديده ما بيقدر يرجع ويحط البلان كلياته من فروم سكراتش، خلص عم يعمل بروتكشن مثلا لاكسشينج سيرفر لميل سيرفر او لا ويب سيرفر، خلص له هذا عاده ضمن المؤسسه تبعه في له باك اب بلان، في له خطه محدده، في له بوليسي محدده، فبيقدر بس يحط هذا السيرفر الجديد تحت هي الخطه او تحت هذا التمبلت، وبشكل كامل ياخذ كل الاكشن والفيتشرز والبوليسي اللي الكونفيجريشنز اللي انا حاططها على هذا لاحمي هذا النوع من انواع السيرفرات او البي سيات او اي شيء ثاني. طبعا اليوم هذا الحكي كلياته بيخفف لي من جهه اداره النظام او السوليوشنز تبع هذا السيستم. لاحظين هون هي سكيدجول، اذا كان في عندي شويه كونفيجريشن شو هي الستورج اللي بدي اخزن عليها، الريتنشن بوليسي والادفانس اوبشنز. اذا هي الداتا بس بطبقها، بطبق مجموعه هدول الكونفيجريشن كتمبلت وبطبقها على اي سيستم جديد انا بدي اياه. سكيور الداتا تبعي، طبعا انا واحده من بينات الشغلات اللي حتى اعمل سكيور الداتا انه لازم يكون عندي على الاقل اوف سايت ستورج. كثير اليوم من البوليسي، كثير من الشركات اللي جواتها بوليسي لا بتاكد انه انا احد الكوارث تبعي الحريق او حتى الزلازل لا سمح الله، فانا لازم يكون هذا الباك اب ات ليست بعيد عندي مقدار معين من الكيلومترات عن السايت الرئيسي. المهم هذا المكان الريموت هو اوف سايت ستورج بنسميه، ونفس الوقت كمان احد انواع السكيور للباك اب تبعي انه عامل كريبتد او الداتا اللي عم تمرق ترانسميشنينج ضمن النيتورك ضمن المكان لمكان ثاني على الاقل تكون سكيور اي نيتورك. عاده طبعا عده قوانين بتفرض على الشركات انه تكون encryption او الداتا الباك اب تبعي هي بشكل تتخزن بشكل encrypted. الشركه كمان لازم تكون هي سكيور عن اي unauthorized access. secure offsite اللي حكينا قبل شوي data to be lost destroyed to transmit important how important it is have about a backup of the backup. كمان هون عم نسال هون السؤال، نسال حالنا سؤال هل مفروض يكون عندي باك اب عن الباك اب؟ هذا نقدر نحدد جواب هذا السؤال بطبيعه المؤسسه وطبيعه البزنس بالمؤسسة تبعنا وطبعا بطبيعة الداتا نفسها. أحد أنواع السكيور أوف سايت كوبي إذا أو التشالنجز الحقيقة إنه أنا يكون عندي كمية داتا كاملة كبيرة كتير موجودة والخط تبعي مثلا ما بيكون مثلا غير 2 ميجا. إذا كل يوم أنا بدي أولد حجم داتا باك أب مثلا 20 تيرا كل يوم عم تولد كباك أب، إذا بدي أنقلها على الأوف سايت بتخلص بسنة، يعني ما بتزبط معي. اليوم بيولد 20 تيرا هو اللينك لياته 2 ميجا ما بتخلص باليوم الثاني بتولد عندي باك اب ثاني وهكذا. فصار شيء اسمه اوف سايت كوبي، يعني بقدر انقل الداتا تبعي فيزيكلي، باخذ الباك اب بحطها على الهارد ديسك مثلا او اكسترنال ستوريج وبنقلها مانيوالي على السايت الثاني وبعملها مثل شو بنقول اكسبورت او امبورت على السكندري سايت. هاي الطريقة الحقيقة موجودة بعض الشركات وعم يستعملوها لأنه ما قدرانين يعملوا انفستمنت أكثر على اللينك بين الـ two sides. Secure backup، استعدنا بسecure backup كمان إنه يكون عندك اليوم إنه أنت ما أو تخفي الoffsite location، ما تقله للموظف أو ما حدا يعرف الموظفين عندك وين هو وين عم تخزن النسخة الثانية من الباكاب. طبعا نفس الوقت هي secret implies a need of to know to basics. شو بقصد انا؟ انه اليوم على الاقل الاي تي باك اب ادمن يعرف الاي بي تبع الريموت سايت، بس ما لازم يعرف وينه هذا الريموت سايت بالتحديد. ريستور
restore هو عملية استعادة البيانات. أنت عادة بتستخدم restore accidental file deletion إنه أنت عملت محيت ملفات بشكل غير مقصود, أو أنت صار عندك disk failure, أو إذا عندك كان disaster recovery مثل ما حكينا على هدول الترست اتاك الاسكويك والفلود والفاير etc. اليوم الاكسيدنتال فايل ديليشن انه انت محيت فايل بطبيعه الحال بطريقه ما لها مقصوده. طبعا if the backup once per day, اذا كل يوم انا عم بعمل باك اب فالعمل مفقود يقتصر على يوم واحد فقط. ملاحظين لا, ولازم نعرف احنا الفرق بين البروتكشن, داتا بروتكشن اند داتا باك اب. داتا بروتكشن انه انا في حال الفيلير يكون عندي ريدندنسي, عندي حمايه للبيانات انه ما اخسرها بطبيعه الحال في حال صار عندي كارثه. اما الداتا باك اب في حال مثل هي الحاله, وهي مثال واضح, اذا صار عندي مثلا هون او حتى الاتاك, اذا انا محيت الفايل او حتى صار عندي اتاك, حتى البروتكشن اللي انا عم ساويه او الريدندنسي ما عاد بيفيدني ابدا. سو الباك اب هون هو الطريقه الانسب لحتى استعيد البيانات. طبعا اليوم كل ما كانت الاستعاده فوريه, كل ما كانت الاستعاده يعني مثل ما بيقولوا, كل ما كانت العميل اكثر سعاده مثل ما بيقولوا. يعني want to restore, the user want to restore for immediate, quicker, happier your customer. Disk failure هو النوع الثاني. طبعاً إنه ليش بلجأ أنا للrestore, loss of data, loss of service, هني بيخلوني أرجع أعمل هني مسببين للdisk failure. Critical system should be implemented. ريد طبعا هذا اللي عم نحكيه قبل, حكينا قبل شوي انه هو يقدر يعمل لي بروتكشن على مستوى السيرفيس تكون اب اند رننج. عاده استعاده القرص باكمله بتكون بطيئه. ضع في اعتبارك استخدام هات سبير اند هات سواب. دائما اذا كان عندك فيلير بالديسك لازم تعمل بطبيعه الحال كونسيدريشن على هات سبير, يكون عندك دائما سبيرز موجود عندك بالستوب, او يكون عندك هات سواب حتى انت بدون ما تكون السيرفيس داون ممكن تبدل الديسك عندك مباشره على السيرفيس وهي تكون رننج. ريستور تايم اليوم حتى الاستعاده اذا كان عندها اذا عندي بطء بالاستعاده هي تشالنجز بالنسبه لي. الاستعادة ممكن تسبب وأنا أثناء أنا عم بعمل الاستعادة ممكن تعمل interruption للسيرفيس. إذا من وقت أنا كمان خلينا بمثال الفوجي فيلم اللي صار, كاتبين إنه ممكن ياخد وقت للاستعادة أسبوع. إذا هذا الأسبوع هو too much, هو وقت طويل حقيقة لحتى يستعيدوا الأشخاص أو يستعيدوا الزبائن القدرة على استخدام السيرفيس عم تقدمها الشركة. إذا معناتها كمان هو تشالنجز بالنسبة للشركات إنه حتى الاستعادة لازم تكون أصغر. طيب إذا أنا عم بعمل ريستور من التيب, هي كمان أحد الشغلات اللي بيعطيني إياها التيب. هذا التيب صحيح هو بيعمر أكثر, عمره الافتراضي طويل كتير نسبياً, بس بدنا نعرف إنه هو عادة يستخدم للأركايفينج للديتا لطويلة الأمد, والريستوريشن تبعها بتاخذ اكثر بخمسة لعشر مرات عن ديسك تو ديسك كوبي. حتى بالنسبه لي اذا الداتا كمان موجوده بالريموت سايد او الاوف سايد ريموت كمان راح تاخذ عاده وقت اطول لانه اللينك كاباسيتي حسب اللينك الكاباسيتي وحجم البيانات اللي انا عم بعمل عليها استعاده. كده الكونسيدريشن لازم يكونوا بعين الاعتبار. باك اب كونفيجريشن كيز, عندي عده شغلات اساسيه لازم اعرفها انا وقت اعمل باك. مثل ما قلنا قبل شوي انه بدي احكي عن RTO والRPO, ومثل ما كمان شفنا قبل شوي اساس كل العمليات, اساس كل البروتكشن على الداتا, في عنصر رئيسي لازم ننتبه له. العنصر هو التايم, هو العنصر المشترك الاهم بكل العمليات تبعي وعمليات الحفاظ مثل ما بيقولوا الحفاظ على البيانات.
إذن الـ RPO والـ RTO، الـ RTO اختصاراً للـ Recovery Time Object، والـ RPO اختصاراً للـ Recovery Point Object. إذن الـ RPO هل هي شو هي الداتا هل أنا ممكن أخسرها من آخر عملية backup؟ خليني أركز عليها قبل ما أحكي عن النقطة الثانية. إذا أنا عندي backup عم يصير بشكل يومي الساعة 12 بالليل، هذا backup أنا الساعة ما عم بحكي تفاصيله، backup باختصار شو نوع الschedule تبعه، يعني ما عم نقول شو نوعه كفول كincremental أو differential، أنا عم أقول آخر valid backup عم يصير مبارح الساعة 12 بالليل. إذا صار عندي crash الساعة 1 الظهر تاني يوم، إذا كمية الداتا هي حوالي 13 ساعة أنا خسرتها. بهي الحالة أنا اليوم الـ RPO تبعي تماماً، الـ RPO تبعي في حالات كان عندي الداتا عم تتعمل أو عم نعملها عليها backup كل 12 كل 24 ساعة، إذا الـ RPO تبعي هو up to 24 ساعة إلا ثانية. كل هذا الفترة هي بالنسبة لي RPO. هل أنا تولرانس، هل أنا بقدر يعني اتماشى أو اتغاضى عن هي الكمية أو الفترة الطويلة من الداتا من خسارة البيانات؟ إذن بالمحصلة كل ما كان أصغر الـ RPO كل ما كان أنا بالنسبة لي سكيور أكثر لكمية الداتا اللي أنا ممكن أخسرها أكثر. طبعاً هنشوفها هلأ باعتبارات تانية واعتبارات إلها تانية لهي القيمة بالتحديد للسلايدات بعد شوي. هنشرح هلأ هون شو هو الـ RTO. الـ RTO كمان نرجع منقول صحيح هذا الوقت اللي أنا ممكن أخسره كمية الداتا، لكن شو هي الوقت تبعها؟ نفس الوقت هون هي كمية الوقت ومدته هل أنا لحتى أقدر استعيد البيانات. صار هذا الكراش في هاي النقطة بالتحديد، طيب ساعة واحدة الظهر مثل ما حكينا، قديش أنا والداتا موجودة والباكاب موجود عندي، قديش أنا بقدر بدي وقت لحتى أخذ هاي الباكاب إذا كانت بتيب درايف ولا هارد ديسك موجودة أو حتى بالكلاود وتكون وانزل وحطها عندي بالسيرفر فرضنا وترجع أونلاين أجين، قديش بدها هي السيستم تيز ريكفر الريكفري تايم، قديش أخذ معي هذا الوقت، هي القيمة اللي أنا أو بيطلقوا عليها بالRTO أو ريكفري تايم أوبجكت. إذن كمان نفس الوقت كل ما كانت أصغر الريكفري تايم أوبجكت وكل ما كان أصغر الRPO كل ما كان أفضل للسيستم تبعي. نحكي هون أمثلة كمان نفكر فيها عن الـ RPO. إذا كان عندي daily or weekly full backup أصغر كمية هي تبعها daily، إذن الـ RPO هي أصغر أو يساوي one day one week. daily اللي عم باخذها عم تعطيني الـ RPO أصغر أو يساوي one week. ليش أصغر أو يساوي؟ لأنه ممكن يكون الكراش بنص النهار فخسرت بس 12 ساعة مو 24 ساعة، طيب شان هيك بس الماكسيموم تبعه هي أصغر أو يساوي واحد دي. إذا كان عندي الويكلي full backup and daily incremental بتقولوا إنه كل أسبوع عم باخد الفول، طيب قديش الRPO تبعه؟ بس بما إنه أنا عم بعمل الديل incremental والdifferential عم بعملها بشكل daily، نفس الوقت الRPO رجع للواحد أو أصغر أو يساوي واحد. daily full backup and every few hours of incremental، كل عدة ساعات أنا بعمل incremental أو differential. RPO تبعي قديه؟ هي أصغر ويساوي few hours اللي عم بحكي عليهم. forever incremental backup أو every few hours كمان نفس الوقت هي أصغر ويساوي few hours اللي عم بحكي عليهم. إذن هيك عم تحدد عندي الـ RPO. كمان figures لنعرفهم هدول الشغلات اللي أنا بتكون عندي RPO RTO. إذن لازم أنا أول شغلة أعمل prioritize أو فينا نحدد الأولويات، أولوية البزنس أبليكيشن اللي عندي.
لحتى اقدر اعمل كونفيرم ار بي او والار تي او. طبعا دول مين بيحددون؟ بيحددون البزنس تبعي، بيحددون الاداره تبعي، وهي اللي بتقول مين الداتا تبعي الاهم، شو هي الابلكيشن الاهم اللي لازم احميها. هذا بالمقابل بيحددوا لي قيمتين. انا المدير بفوت لعنده بقول له حدد لي ار بي او والار تي او لهدول البزنس، يكون عندي لانجويج بيني وبين المدير تبعي عم نحدد فيهم الار بي او والار تي او. اذا كان عاده طبعا كلياتهم دول امثله، اذا كان الكور بزنس تبعي يعني هذا فينا نقول ديلي ورك الكور بزنس الاساسي تبع بهي المؤسسه، لازم يكون الار بي او عاده يتحدد بسيكونس، الار تي او بمينتس. اذا انا كل ثواني لعدة ثواني لازم يكون عندي نسخه احتياطيه لارجع للداتا، واذا ان كيس عندي ديزاستر لازم اقدر ارجع للسيرفيس اب اند رينينج بدقائق. ميجر بزنس بدقائق، والار تي او بدقائق، ار بي او اذا كان عندي كمان بزنس عندي شيء بستخدمه بطبيعه الحال بشكل يعني طبيعي بالشغل تبعي، مثلا يكون الار بي او تبعي اورز والار تي او يرجع باورز. طبعا هذا كله كلام وكل ما صغرته طبعا انت عم تشوف شو يعني ار تي او مينتس او اورز او سكندز، يعني تواتريه الباك اب اللي عم تصير بشكل متكرر. هذا بينعكس بشكل اساس كالكوليشن للاور الاي او والميجا بايت اللي انا عم باخذها من هذا السيستم. طبعا كمان بدنا نعرف اذا هو اللايف سيستم قديش عم ياخذ طبيعه الحال اي او لحتى يقدم السيرفيس الاساسيه تبعه. انت عم تزيدها عم تاخذ اي او اضافي لحتى تعمل باك اب على نفس السيستم. هل هذا بيأثر عليه؟ هل بيأثر على الباندويت اذا كنت عم بخزن هي الداتا بمكان ثاني؟ كلياتهم هدول لازم اخذهم بعين الاعتبار. ونفس الوقت الريتنشن بيريود كونسيدريشن كالكوليت باك اب ريبوزيتوري ستورج كاباسيتي، لحتى انا اعرف كمان الستورج اللي انا بدي اياها لازم كمان اعرف قديش حجم، مو بس التكراريه، بدي اعرف كمان قديش لازم اخزن هي الداتا ومدتها كريتنشن. هلا حاحكي شويه فيتشرات موجوده وعاده بتصير كون اليوم السيستمز الجديده كلياتها عم تستخدم فيرتشوالايزيشن انفايرمنت، فحطيت شويه فيتشرات عاده بيستخدمون الاشخاص اللي عم يتعاملوا مع في ام كباك اب اند ريستور. بعض الميزات على مستوى الباك اب عم بحكي، في شيء اسمه agentless backup cpt etc. نحكي هون وحده وحده على السريع. الagentless backup انه انا اليوم اذا كان عندي virtualization environment ما يكون عندي بهي ما اضطر نزل agent على السيستم. ليش؟ لانه بهرب من مشاكل compatibility على هذا السيستم، بخلص من مشاكل اليوم بزيادة الايجنتس، معناتها بزيد أنا عندي الضغط على هذا السيستم، وأنا بقدر إذا بقدر أتحكم فيها بقدر أتحكم بالباك اب على مستوى الهايبرفايزر أساسا، فممكن يكون هذا الحكي أفضل وأسهل للباك اب. السي بي تي واللان فري هي يعني فينا نقول مثل شيء اسمه ديدوبليكيشن كومبريشن، كل هدول ممكن يعني يعملوا لي ريديوس لليوزج اوف اي تي ريسورسز، وخاصه اذا كان عندي الار بي او عم يصير بشكل فريكوينت اكثر. لان فري باك اب هي هلا حنحكي عليهم كمان هدول بالسلايدات لقدام. لان فري باك اب على السريع هي انه انا اقدر اعمل باك اب على مستوى، مو على مستوى النيتورك زي ما حكينا قبل شوي، الباك اب المتكرر حيزيد لي عمليات الاي او على السيستم. فإذا أنا بقدر أعمل باك اب على مستوى السان ستوريج إذا كان عندي سان ستوريج أو مستوى ستوريج اتسل، تمام، ممكن يكون أنا خففت الضغط اللي عم يصير أو الكونجكشن اللي عم يصير على مستوى النيتورك. داتا ديدوبليكيشن الكومبريشن مثل ما حكينا أنه بيوفروا لي المساحة التخزينية ومساحة النقل وكمية النقل أو فينا نقول الباندويتس اللي أنا عم بنقل فيه الداتا تبع الباك اب. انا اقدر اعمل كمان شيء اسمه انسايد واوف سايد باك اب كوبي، اقدر حتى كمان حط الباك اب بمكان ثاني، بقدر اعمل باك اب اركايف، بقدر انسخ
وحط الباك اب بمكان كاركايفينج بيكون الريتنشن عاده بالاركايف هي ريتنشن اطول. ريكفري في ميزه من الميزات اسمها انستنت ريكفري مايجريشن، هنحكي عليهم هدول هلا بعد شوي بالسلايدات وبشكل تفصيلي. CBT مثل ما حكينا قبل شوي اختصار لتشينج بلوك تراكينج، عادة تستخدم CBT ب instead of disk snapshot، تستخدم هي بعمليات الانكريمنتال باك اب عادة لحتى تعمل reduce للتايم it takes for incremental backup. طبعا نفس الوقت reduce مو بس للتايم، حتى reducing للباك اب ستوريج اللي انا عم بستعملها، لانه بطريقه الحال بتخزن فقط للتشينج الداتا على هذا القرص. عندي انواع ثانيه كمان ضمن الباك اب ريستور للفي ام، في شيء اسمه سيريال سناب شوتس باراليل سناب شوتس. باختصار السيريال سناب شوت انه يكون عندي عده في امات عم بعملهم بالباك اب بلان تبعي، عم بعملهم باك اب ورا بعضهم. إذن ليش بعمل هيك؟ البراليل هي إنه يتخذوا كلياته بنفس الوقت. طيب أنا ممكن يكون سببت على الهايبرفايزر أو على النتورك تبعي لود عالي بنفس الوقت، فممكن استخدم شيء اسمه سيريال، تخلص واحدة تبلش تانية، تخلص تانية تبلش تالتة وهكذا. البراليل إنه يصيروا كلياته بنفس الوقت، لكن it's not recommended. اخترعوا لهم كمان الشيء للسيريال، اخترعوا لهم snapshots in advance. فونس يكون واحد عم يعمل كوبي للسناب شوتس او للباك اب اللي عم ياخذها وعم يحطها عم يكتبها على الباك اب ستوريج، بيكون بنفس الوقت عم يحضر للباك اب او السناب شوتس للفي ام النكست. كمان هي نوع من انواع الشغلات اللي بتسرع عمليات الباك اب. في دوبليكيشن حكينا عليه شوي، الباك اب ستوريج سايد ريدوس باك اب ستوريج اوكيوبيشن، كمان فيكم تقروا عليها، هي ممكن يكون في لها separate solution خاصة لحتى تقدر عمل لك deduplication between two sites. هون أنا عم بحكي عليها كفيتشر موجودة، ممكن تكون موجودة في backup solutions تبعنا. شيء بيعمل كمان compression، يعمل compression للdata كمان لحتى بالنهاية أحصل على وقت أقل وتواترية أكثر على مستوى backup threads. ممكن كمان إذا كنا عم نعمل ترانسميشنين كمان يكون ملتي ثريدينج، يكون على أكثر من مستوى وأكثر من طريقة، يعني فينا نقول ثريد عم تعالج نفس الديسك أو نفس الفي إم بنفس الوقت، كمان هي بتسرع لي عملية الباك اب. سكيب سواب فايل، اليوم بعرف إنه البيشنج فايل بالسيستم اللي بيكون هو بيكون عم يستخدمه كأز ميموري السيستم، ممكن هي اعمل لها سكيب، انه ما في داعي اعمل لها باك اب اساسا لهذا الفايل، كمان يوفر لي بمساحه تخزينيه. سكيب اند بارتيشن سبيس كمان حكينا نفس الفكره، انه يوفر لي بمساحه تخزينيه وما ياخذ المساحات الفاضيه. السي بي تي حكينا عليها كمان بالسلايد قبل شوي، اللي هي تشينج بوك تراكينج، اللي هي كويكلي تشينج بوك وايل بيرفورمينج انكريمنتال باك اب. لساتنا عم نحكي هون انه مثل ما حكينا قبل شوي انه واحده من الفيتشرات شيء اسمه instant restore and migration. شو يعني restore instant restore and migration؟ ان كيس كان عندي هذا الهايبرفايزر وعندي هدول الفي ام، مثل حكينا قبل شوي كمان اهم شغله من الشغلات، وفي حال كان صار عندي مشكله ديزاستر بيكون الـ RTO صغير. الـ RTO اللي Recovery Time Object، إنه يقدر يرجع الداتا بأسرع وقت ممكن وترجع السيرفيس بأسرع وقت ممكن. فأنا فرضاً حاطت على الـ Backup Storage، عادةً بطبيعة الحال Backup Storage تكون أبطأ من الـ Production Storage. ليش؟ لأنه الـ Production Storage أول شيء أو الـ Storage السريعة بتكون عادةً أغلى، وانا اذا اخذها اساسا للباك اب عاده ممكن اجيبها ناس ستوريج، هي بتكون ابطا وارخص. فانا اليوم بحال ديزاستر بدي ارجع هاي الداتا، بدي اقعد استنى اضطر ارجع ارجع الداتا من الناس ستوريج ولا تخلص وتوصل لهون، اذا كان عندي مثلا تيرايات توصل للبرودكشن ستوريج وبعدين تطلع. لا،
اليوم اخترعوا شغلة اسمها Instant Restore. Where the data هي كانت backupped موجودة على الناس storage، بعمل لها mount عندي على الهايبرفايزر مؤقتا بهذا اللون الأصفر، وبترجع السيرفيس. تخيلوا انه بس تعمل هذا الماونت بترجع السيرفيس باقل من ثواني. فالار تي او تبعي صار اقل من ثواني مثل ما حكينا، او حوالي ثواني، وترجع السيرفيس اب اند رانين. بنفس الوقت ان باك جراوند بيصير عندي شيء اسمه كونتينوس مايجريشن، لانه انا بالنهايه حتى اي هي السيرفيس صحيح سريع انا وصلت لعندي لهون، لكن طبيعه الحال حيلاقي اليوزر الاند يوزر اكسبيرينس تبعه بطيء، لانه عم يستخدم الستورج اللي موجوده اولا بسايت ثاني، او موجوده حتى لو كانت بنفس السايت لكن موجوده بسرعه الستورج ابطا. فبصير مايجريشن لهي الستورج او لهي عفوا الديسك او الفي ام اللي انا فيلير، ترجع لهون. ونس تطلع هون تعمل كوبي فول كوبي لهون، تمحي الفي ام اللي موجوده بشكل اوتوماتيكي انا تمبرري، وبترجع الفي ام للبرودكشن وبيستخدموها اليوزرات بشكل طبيعي. إذن هي طريقة أوحيدة لأنا أتحايل على RTO وأصره بأكثر وقت ممكن. Granular Restore. Granular Restore هي الحقيقة شغلة كتير كتير مهمة. أنا اليوم مثل ما حكينا واحدة من البيانات الأكسيدنتال deletion لأي فايل، أو مثلا عندي ويب سيرفر واحدة من البيجز انضربت بطريقة معينة موجودة على الويب سيرفر، مو معقول رجع انا انتاير سيرفيس باك، انتاير في ام باك لحتى اقدر رجع هاي الويب بيج. فصار في عندي شيء اسمه جرينيوال ريستور. لو انا اخذ الباك اب تبع هاي الفي ام بشكل كامل، بقدر اعمل لها اكسبلورين واعرف الفايل فقط الممحي او الفايل فقط اللي بيحوي على هاي البيج لهذا الويب سيرفر، واقدر اعمل لها ريكفري بطريقه ما. اذا هي بسموها جرينيوال ريستور. Conclusion. وصلنا للأخير، آخر سلايد لعنا اليوم. طبعاً ممكن يكلفك اليوم فقدان البيانات ما حكينا غالي كثير، يعني غني عن التعبير القول إنه النسخ الاحتياطية أو الباك اب لازم يكون جزء من الإيفريبادي سايبر هايجين، يعني الواجبات الرئيسية لأي مستخدم للتكنولوجيا لازم يكون اليوم واحدة من أهم الشغلات اللي لازم يساويها هي. إذا مثل ما واحد بيستخدم أو النظافة الشخصية تبعه، أي واحد بيستخدم التكنولوجيا لازم يكون عنده باك اب بلان بطريقة معينة. بطريقة ما تهدف النسخ الاحتياطية أو الباك اب إلى حماية الاستثمار. إذا حماية الانفستمنت اللي أنت حاطه هذي عامله أنت، لذلك خلينا نفكر بشكل استباقي حتى ما نخسر هاي الانفستمنت. إذا خسارة معلوماتك هي من خسارة الانفستمنت اللي عندك، ومثل ما شفنا أول أو ثاني سلايد أكثر من 60% من الشركات اللي بتخسر البيانات بعد بست شهور بتخسر كل البزنس تبعها. هذا كل شيء هلأ شفناه. حننتقل على الديمو بعد 10 دقائق إن شاء الله. يعطيكم العافية.
مرحبا، يعطيكم العافيه. رجعنا حكينا هلا عن حكينا قبل شوي عن القسم النظري عن الباك اب، هنحكي هلا عن القسم العملي للباك اب. ديمو صغير حقيقه محضر لكم اياه من شركه فينشن. شركه فينشن هي شركه موجوده بهونغ كونغ، بتعمل باك اب مخصصه للفيرتشواليزيشن انفايرمنت. الحقيقه لقيت معظم الشغلات اللي حكينا عليها بالقسم النظري موجوده هون اوريدي بهذا المنتج. هذا المنتج الحقيقة مثل ما شايفين هون له داشبورد، عاد فيه عدة معلومات عامة، عدة الشغلات اللي موجودة عندي بالسيستم، حالات السي بي يو، شغلات اللي فيها ضغط، الضغط على النتورك اتسترا. بنفس الوقت إذا مش شايفين مثل ما شايفين هون في عندي شيء اسمه داتا فيرتشواليزيشن، إذا الأقسام أو إذا كان في عندي بالمؤسسة مكان عم يراقب فيها كل العمليات اللي عم تصير على مستوى فينا نقول المؤسسة، إذا هذا بيعطيني نظرة عامة عن كل الشغلات ضمن المؤسسة، كل الباك اب جوبس اللي عم تصير ضمن المؤسسة، أي إشارة حمراء، أي مكان إنه مخزن التخزين، مكان تخزين الداتا شبه فلل، جوب عملت فيل أو إتسترا، ممكن تطلع عندي بهذا الداشبورد. إذا نرجع هون كoperational داشبورد، هي هون هديك كmonitor داشبورد نشوفها هني. monitor system بنشوف هون عمليات الجوبس اللي عم صارت من قبل، بنشوفها هي stop, pending, running, etc. الالرتس اللي إذا بعت ليها للadmins، اللوجات بشكل عام على كل الحالات أو الجوبس اللي صارت، reporting إذا أنا بدي أطلب report محدد للإدارة تبعي، نشوف قديش بتاخذ سبيس، قديش في عندي سبيسز فاضي مليان. طبعا هي كستمايزبل ريبورت، ممكن ابعثها بشكل بكل وقت هيك كستورج، ممكن ابعثها للمانجمنت لحتى يشوفوا وين عم تستهلك الستورج. في ام باك اب، هون بنشوف الفي امز اللي انا عاملهم بروتكتد، هون حالات الباك اب اللي ممكن اقدر اعمل باك اب انا مثلا هاي الفي ام، لا هايبرفايزر كمان حدد من الهايبرفايزر شو هي الفي امز اللي ممكن اخذ او الفي امات اللي موجودين تحت هذا الهايبرفايزر. عمليات الريستور كمان بقدر اعمله، شوفون انستنت ريستور كمان هي شفناها قبل شوي، انه اذا كنت بدي اعمل ريستور ريستوريشن من انستنتلي، اذا هي لو موجوده من الباك اب داتا ممكن اقدر اعملها ريستوريشن دايركتلي وشوفها، وبالباك جراوند عم يصير مايجريشن من الباك اب ستورج للبرودكشن ستورج. في موجود هون شيء اسمه جرانيوال ريستور. جرانيوال ريستور انه انا بعمل ريستور لهي الفي ام وبقدر اعملها بعد منها بقدر اشوفها كفايلز. انا خلقت هلا الجوبز لكن بقدر اشوف فايلات او ك اكسبلورينج حتى اقدر اعمل سيلكتيف فايل ريستوريشن. في ام باك اب ذا سيم، هلا هي حكينا عليها. في ام باك اب فايل باك اب، فيني اعمل انا اليوم مثل ما بقدر اعمل انتاير فينا نقول باك اب للفي ام او ريستوريشن للفي ام، بقدر حتى بطريقه ما اعمل لباك اب بروتكتد باك اب فينا نقول او بروتكتد في ام، بقدر فوت على فولدر محدد او فايل محدد موجود ضمن هي الفي ام. اذا بتلاحظوا هون حتى انا في عندي باك اب ايجنت، لازم يكون عندي ايجنت في هي الحاله. انا وقت يكون عندي فايل باك اب او فولدر باك اب لازم يكون عندي ايجنت نازل على هاي على هذاك السيستم. باك اب كوبي هي مثل ما حكينا كمان احد البوليسي اللي بتفرض علينا، بتنفرض علينا انه ممكن يكون واحد عم لازم يحط واحد الباك اب تبعه مو بس بالبرايمري سايت، لازم يحطه بالاوف سايت
لازم تكون موجودة بسايت تاني. إذا لازم يكون بالمحصلة كسيستم لازم يكون في عندي ستوريج تاني وعمليات الكوبي بين الباك اب اللي بيصير بأول سايت والباك اب اللي بيصير بتاني سايت. هذا الحكي كان إذا كان وقت بالكوبي أو حتى بالريستوريشن. وشو هي الداتا اللي عم تعمل هي القصة؟ باك اب أركايف الأركايفينج داتا مثل ما حكينا كمان إنه تختلف عن الباك اب العادي إنه ممكن يكون الريتنشن بوليسي اللي بتصير عليها بشكل أطول وحتى نوع الستورج هي ممكن يكون عليها ممكن تكون عليها الستورج أبطأ أو أرخص. كمان هي عملية الريستور وأركايفينج شو هي الداتا اللي أنا بعمل عليها أركايفينج. ريسورسز هون بحدد الريسورسز الأساسية إذا كل شيء الفيرتشوال إنفيرمنت اللي أنا عم بعطيه الـ VCSA مثلاً أو الـ Hypervisor Controller عم بعطيه هون Nodes Backup Nodes بقصد فيها إذا كان عندي أنا كمية كبيرة من الداتا كمية كبيرة من السيرفرات اللي لازم أعمل لهم Protection أو بدي أعمل لهم Backup بنفس الوقت ممكن ما يلحق إنه سيرفر الباكب يكون أو السوليوشن تبع الباكب يلحق يعمل باكب كله. فبقسم الجهد والستوريج بقسمهم على عدة شيء اسمه باكب نودز بوزعون وبياخدوا باكب سيمالتونوسلي بنفس الوقت على كل واحد من خلال النود تبعه بعدين بيوحدهم كمانجمنت من خلال الانتير داشبورد اللي شايفينه هون. هون الستوريج بحدد الستوريجات اللي عندي اياها طبعا مثل ما شايفين هون ممكن تقول انه هي الستوريج هي طبيعي للباك اب للباك اب كوبي او للاركايف انا بحددها. الستوريج تايب كمان ممكن اوصلها بعده انواع من انواع الباك اب. باختصار هنحكي ولو انه ما حكيناهم بالقسم النظري بس باختصار البارتيشن ممكن يكون عندي بارتيشن محدد انا عم استخدمه ضمن السيستم نفسه لهذا الباك اب او اذا كان عندي ديسك إذا كان عندي حتى دايركتوري بخصصه لوجيكال فوليوم ديسك عندي فايبر شانل إذا كانت عندي بدي خزن الداتا على من خلال فايبر شانل سواء إنسان أو ناس آيس كازي NFS بروتوكول CIFS هو الشيرينج للويندوز هذا العام أو سايت ستوريج أو إذا كانت كمان عندي كلاود ستوريج عم خزن عليها إمتى يعطيني ألارمينج؟ يعطيني ألارمينج بتوصل لحد 20% يعملني بالبرسنت تبع الداتا او اذا كانت بدي احطها از ستاتيك ك سايز يعطيني اليرتينج على هي الستوريج. لان فري كمان حكينا عليها بس حابب اذكرها لان فري انه انا اعطيه باث للدبليو دبليو نمبر تبع اي تبع السان ستوريج لحتى يقدر يصير ويستعمل هي الباك اب ويساوي عمليات الباك اب على مستوى السان ستوريج ريذر ذان اللان فري. اذا هو ما عاد يستعمل اللان ما عاد يستعمل اللوكال نتورك لحد العمليات الباك اب. الاستراتيجي هي نفس الاستراتيجي او التمبلت اللي كمان حكينا عليها قبل شوي انا حط كل العمليات الباك اب وهم البلان من خلال تمبلت. هنعمل تمبلت انا نحن وياكم هون اذا هي مخصصه لباك اب اذا تايم اوف سكيدجول اوف باك اب نحط التايم فرضا هنعمل باك اب از سكيدجول هنعمل فول. إذا اتفقنا نحن نعمل إنكريمنتر نعمل فول. طيب هنفترض هنعمل واحدة فول واحدة إنكريمنتر. برجع مذكر هاد باك أب بلان مع السيتينجز والكونفيجريشن هنعمله مرة واحدة بعدين آخر شيء نربطهم بأي سيستم بتكون ياه. نعمل فول لازم يكون عندي باك أب فول فرضان ويكلي كل جمعة الساعة 23 بيصير عندي فول. الانكريمنتال بيصير بشكل يومي كل every day بشكل الساعة 13 تمام. طبعا انا كلمة repeated فيني اعملها repeated انه تغير انه مثلا بنفس اليوم بهذا اليوم هو الديلي تصير مرتين مثلا حط هون واحدة الساعة 12 واحدة الساعة 23 فبصير عندي two daily incremental backup بوقتها. طبعا اذا هي اخترت الريبيت حنترك اليوم. اذا هلا السكيدجول تبعنا السكيدجول تايب تبعنا والمود هو فول باك اب لكل يوم كل يوم جمعه الساعه 23 انكريمنتال باك اب كل يوم الساعه 23 الساعه 11 بالليل بقصد فيها. اذا خلصنا من التايم سبيد كنترولر
هي as long as احنا مهمة ال RPO طبعاً عفواً وال RTO كمان انه ناخذ الداتا بطريقة سريعة كتير مشان نحقق RTO او ال RPO بشكل سريع. نفس الوقت اذا كان انا عندي سيستم كريتيكال وما لازم اتجاوز كمية او IO محدد عن الكمية يعني اللي بتأثر على السيرفيس بالنهاية، انا لازم اعمل ليميت او كنترول على الليميت تبع مين، تبع السبيد. بقدر ضيفة اذا انا بقول ليميت از سكيدجول، حتى بضيفها مو بشكل دائم، ضيفها از سكيدجول، بعرف انه هي السيرفيس عاده تطلع البيك تبعها هي من الساعه 10 بالليل ل 12 بالليل. طيب عام 10 بالليل ل 12 بالليل اذا عمليات الباك اب اللي عم تصير لازم تكون ليميتد، ما عدا ذلك بتكون عمليات الباك اب مثلا انليميتد وهكذا. اذا هي ممكن اعملها ويكلي او ديلي، عم بعمل ديلي كل يوم بين الساعة 23 و23 يصير الماكس سبيد تبعها 10 ميجا فقط. إذا هيك بضمن أنا يومياً بين بهي النص ساعة إذا كانت بالنسبة لي هي البيك يكون الماكس تبع السبيد تبع الباك اب فقط 10 ميجا. تركناها هي as a back as a settings هون. باك اب ستورج استراتيجي، وين بدي خزين الداتا أو حتى أثناء تخزين الداتا، هل بدي أعملها دي دوبليكيشن، هل بدي أعملها كومبريشن؟ إذا التو فيتشرز موجودين available بالنسبة لي وحددتهم. ريتينشن بوليسي، شو هي ريتينشن بوليسي اللي متعلقة بهي التمبلت اللي عم بعملها؟ إذا لازم يكون عندي number of retention أو restore point لازم يكونوا مثلا كذا رقم. طيب كمية الأيام اللي لازم خزنها days of كذا. إذن هي كمان متعلقة هي بالموضوع هون، يا بعدد الأيام قديش لازم خزن أيام 30 يوم لورا أو خزن عدد الريستور بوينتس اللي أنا بقدر أرجع فيهم لورا. طبعا هون بدك تنتبهوا على شغلة كتير مهمة بموضوع الريتينشن بوليسي، إذا أنا اخترت ريستور بوينت 30 إذا بدك تعرفوا شغلة، إذا أنا كنت اليوم عندي فول باك اب وعندي ديلي انكريمنتال باك اب مثل ما شفنا قبل شوي هون فوق، كل يوم عندي وحده وديلي واسبوعي عندي وحده، برجع فيهم 30 وحده لورا، هدول 30 اذا نوع من انواع اللي بقدر ارجع فيهم لورا ومشكلين، يعني بقدر ارجع بكل يوم لورا نسخه 30 نسخه ديلي. طبعا بهي الحاله هي متوافقه تماما، اذا حطيتها انا نمبر اوف دايز كمان 30 هتكونوا مثل بعضهم بالضبط. بس اذا انا اخترت هون الانكريمنتال تبعي تتكرر بشكل يومي، حتى الانترفال تبعها تتكرر حتى بشكل يومي، يعني عندي تنتين باليوم، فانا بالمحصله شو صار الفرق بين هي وهي؟ هون نمبر اوف ريستور بوينت لسات عندي 30، بس نمبر اوف دايز صار عندي يكفيني 15 وحده تماما. الريستور بوينت نمبر اوف ريستور بوينت 15 يوم لورا بيضمنوا لي 30 ريستور بوينت، لكن لو تحطهم نمبر اوف دايز رجعوا لي لورا 30 يوم بالمحصله هيكونوا تقريبا هن تقريبا عم بحكي هن 30 يوم تقريبا بيكونوا 60 ريستور بوينت ضمن 30 يوم. Advanced strategy إذا كان عندي أنا شغلات مثل هون حكينا عليه هون، إذا كان ال backup هي serial أو كان parallel مثل حكينا، إذا كان عندي عدة VMات عم سويهم سوا بهذا ال backup. Snapshots in advance حكينا عليه هون كمان قبل شوي. Threads كم threads ممكن يشتغل. البيت detector هي ميزة خاصة بهذا السيستم مثل CPT طبعا اللي عم نحكي عليه اللي حكينا عليها قبل شوي، اللي هي change block CPT change block tracking. بهي الحالة عملت هي الاستراتيجي تيمبلت أنا كلياتها بربط لما بدي أعمل أنا عمليات الباك اب، بقدر أحدد في VM محددة مثلا
إذا بطبيعة الحال أنا ما عندي غير هالVM، بدي VM تاني، فنشوف إذا كان نقدر نستعمل نشوف VM تاني. بطبيعة الحال بعد ما اختار هالVM بربط معها التمبلت باكاب استراتيجي مثل ما شايفين هون بالخطوة 3، وبعمل لها confirm، وكون هيك أعطيت هالVM بسرعة البلان او التمبلت الفلانيه، الفي ام الثانيه البلان، الفي ام التمبلت الثانيه، وهكذا بكون انا سرعت عمليات اللاحقه لاداره الباك اب بلانز او باك اب جوبس انا عندي اياه هون ضمن السيستم. هذا باختصار كل شيء موجود بالباك اب. هاي طبعا عباره عن امثله واقعيه حوالينا بشكل يومي ممكن واحد يستعملهم ويحطهم. ونرجع بذكركم مرة تانية، الباك اب هو على قد ما هو بسيط على قد ما هو مهم بالنسبة للشركات. وقلتلكم مثل ما شفنا كمان قبل شوي مثال عنه من يومين، الاتاك اللي صار على مستوى الفوجي فيلم كومباني. يعطيكم العافية ونشوفكم جلسات لاحقة، وإذا في حدا عنده سؤال أنا جاهز. هنستنى دقيقة واحدة نشوف إذا في أسئلة. يعطيكم العافية، يمكن ما في ولا سؤال. إذا طبعا إذا في أي سؤال فيكم تبعتوهم على الإيميل الشخصي أو إيميل أي، نحن جاهزين طبعا الجواب بأي لحظة بأي وقت. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم بسيشنات لاحقة.